أكيد بهاي الحالة الجوية الصعبة إحنا ما بننسى رجال الأمن والدفاع المدني وطبعا الدرك ونشامة الوطن اللي أكيد شفناهم بالطرقات وشفناهم 24 ساعة بيضحوا بحياتهم وبيخاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ مواطنين كانوا يعني سيارتهم ومركباتهم عالقة في الطرقات في هكذا أجواء صعبة. ولنكافئهم أكيد رح نستعرض معاكم فيديو قصير أكيد تم يعني أو أعده فريق طقس العرب ومندوبي طقس العرب، رح تشوفوا الفيديو خلال لحظات. سيدي بداية كل الشكر لحضرتك. في استعدادات مديرية الأمن العام بشكل عام من بدأت التجهيزات من خلال الخطة اللي وضعت من مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام. وزعت الأدوار على قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة وقيادات الدرك ومديريات الدفاع المدني. الآن الجميع يعمل بكم واحد أو خلينا نقول بحجم واحد، كنا بنشتغل مع بعض تسجيل كل الوحدات اللي تابعة على مديرية الأمن العام بهدف الحصول على الخدمة الأفضل للمواطنين. أكيد نرجع متشكر ونقول يعطيكم ألف عافية رجال الأمن والدفاع المدني ونشامة الوطن على تواجدهم 24 ساعة لحماية المواطنين وإنقاذ المواطنين اللي كانوا علقانين في مركباتهم خلال المنخفض الجوي الماضي.